السلام عليكم شباب. الحين نقدر نتكلم او نقدر نقول هاي بدايه الفلوق. رايحين مكه المكرمه باذن الله، احنا واقفين باستراحه، ما اقدر نبدا من اول، بس عليكم كله تمام، لا تشترك الاشتراك. وزي ما تشوفون احنا باستراحه الحين، لنا اربع ساعات طولين من نوصل مكه باذن الله. راح تكون رحله حلوه، اول مره اسوي عمره بحياتي، اول مره اروح هناك اصلا، فمدعين لكم اكيد، وان شاء الله يكون كله خير. وخلينا نروح نصلي العصر والمغرب، بعدين نكمل لكم ايش راح نسوي. الحمد لله بعد ما صلينا وكل شيء، ما ادري ايش قاعد يصير، والله قاعد الفلس كذا عند محطه، يعني استنى الناس تمشي. واهم شيء انه بنروح نسوي هناك، يعني هذا فلوق خفيف بسيط، فهمتوا؟ انه رحنا سوينا عمره دين، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. والله يرزق كل واحد ما قد سواها يطلع العمره باذن الله ويروح، والحمد لله. وانتم اخباركم شباب؟ في مقاطع نزلت مره خرافيه، وفي اشياء تنزل جديده، فيب خلينا نروح نركب الباص الحين عشان نكمل طريقنا. فيلا قبل ما نكمل طريقنا، كان يبغانا ناكل مندي زي ما تشوفوا، رز ودجاج، عشان نقدر نكمل الطريق بكل اريحيه. ما ادري ابغى اجيب اي شيء حق الطريق، فهمتوا؟ فنقدر نجيب فيري او تايد. ايش شباب؟ طيب قاعد ادور على شيء كذا لذيذ وحلو زيكم طبعا، كل واحد حط لك اشتراك. باقي لنا شيء نوصل 20,000، او اتوقع يمكن نكون موصلين 20,000 قبل ما ننزل هذا الموقع مقطع. هاي شوف ساعتي قاعد ادور على تاكيز. ما في هنا، ما في هنا، ما في شباب للأسف، ما في شيبس اللي نبغاه. سؤال، مين راح يلاقي تاكيز بالاستراحة؟ مستحيل، أنا حسست نفسي في الرياض ما في الزبدة. خلنا نرجع على الباص، واصقان أنا وماما لما نوصل مكة وأبها ودنيا لسه مطولين، فنروح هناك. وصلنا الميقات يا شباب، الحمد لله، وأخيرا مو بقى شيء، رايحين نلبس الملابس حقت العمرة، فدعواتكم يلا نروح نلبسها ونرجع لكم نصلي ونسوي الأشياء هذه. وكذا يكون لبسنا ملابس العمرة، راح نروح نصلي ركعتين وننوي نية العمرة، وبعدها بنروح مكة والحمد لله. خلينا نروح أخيرا شباب. أول مرة والحمد لله، والله ما نصدق. أنا شباب ما تدري قد إيش أنا مبسوط، الحمد لله أول عمرة، وإن شاء الله بعدها حج. الحين رايحين على مكة بإذن الله، ويا سلام. والله أدعي لكم شباب، شكرا لكم والله، الله يسعدكم واحد واحد، شكرا لكم دعمي، شكرا لكل شيء، ويلا نشوفكم بمكة. وصلنا الفندق، شوفوا كيف اسمه، فيوت، والله ما أدري شو اسمه، بس فخم شباب. دخلنا فندق 5 نجوم، فالحمد لله وصلنا. خلينا نروح نسوي تشيك إن، ندخل غرفة نضبط الوضع ونرجع لكم. بس الفندق خرافي دقيقة، خلينا نوريكم. شوفوا الفندق كيف شباب، بإذن الله عمره رهيبة وما شاء الله. وصلنا الفندق، والله ما شاء الله الفندق خرافي. ايش طيب يا شباب، وصلنا الفندق، الفندق والله مرة رهيب، فيه قولي شوفوا لسه فوق، و مرحبا شباب. بعدين اعلانات بلاش ما ينفع، بس بنروح الحين الى الحرم. الحمد لله، والحين ركبنا الباص بنتجه الى الحرم. يا شباب زي ما تشوفوا ما شاء الله، ديم هذا برج الساعة هناك، يا الله. دخلنا الصفا والمروة زي ما تشوفوا ما شاء الله، ديم يا شباب، واو. تقريبا لفينا 5 مرات، الحين هنروح السادسة والسابعة وهننزل لمجال كامل بإذن الله، بس زي ما تشوفوا مرة زحمة، راح نحاول. دعيت لكم وهذه الكعبة يا شباب، وخلينا شفناها، بس إن شاء الله بننزل تحت ونشوفها أقرب وقت ثاني. والحمد لله خلصنا المطاف يا شباب، والحين راح نروح عند الصفا والمروة، بس نريح نص ساعة لأنه تعبنا مرة. والله يسعدكم ويوفقكم، وإن شاء الله يتقبل، والحمد لله. وبإذن الله راح نروح نقرب من الكعبة بأقرب شكل يمكن، ويلا نريح بعدين نروح هناك. طبعا احنا في الصفا والمروة قاعدين نمشي،
قبل شوي ركبنا هرولة، والحين هذه أول واحدة ورانا سبعة بإذن الله والحمد لله. والحين وقت الهرولة يا شباب، وصلنا عند النور الأخضر، وبسم الله نهرول، وبسم الله بسم الله نهرول، ويلا يلا يلا ويلا يلا بسم الله يلا 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 هرولة 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 يلا يلا وصلنا وصلنا كذا يكون كملنا تقريبا لفتين. فا يو كسر ظهري، وبعدين نش نخلص وخلاص. أتوقع نشوفكم بكرة أو بالفلوب الجاي ساعة. عدنا يا شباب، وزي ما تشوفوا حنا عند برج الساعة نبغى ندخل ونشوف، بس ما شاء الله هنا أشياء والناس زحمة، فنسوي لكم فلوق جوا ونشوف إيش فيه. صراحة ما أدري كيف نكون. دخلنا برج الساعة، ما شاء الله يا شباب، والله في ناس مرة كثير، مرة كبير. إيش هذا المول؟ واو، وصلنا عن شيء زي غار حراء أتوقع، لأنه شوف كيف شكله، والله حركات في شيء هنا من جوا، نجوم ولا مدري إيش يعني. دخلنا قصر مكة رافلز، والله ديم جو برج الساعة، والله ما ادري ايش هذا، بس قاعدين نشوف شكله مرة خرافي. هنا هنا كافي، لا مفتوح، مفتوح والله. يلا خش شوف عنا وين، والله هنا الحرم كل شيء، برج الساعة، والله خرافي. والحين راح تشوفوا ملخص كامل للرحلة حقت العمرة، فلا تنسوا اللايك والاشتراك وتركم المقطع. طبعا يا شباب شوفوا وين دخلنا، واو والله خرافي، نسوي حركات يعني مش سناب. برج الساعة ما شاء الله دام. السلام عليكم شباب، الحمد لله تقريبا سوينا 5 طوافات، باقي 2 للأسف ما قدرنا ننزل مكة أو كعبة قصدي، بس الحين بننزل وإن شاء الله نقدر ننزل، ولازم لازم بإذن الله، ودعينا لكم. السلام عليكم شباب، كيف الحال؟ خلصنا الطواف، الحين راح نروح عند الصفا والمروة، والله ما شاء الله الحمد لله، فنريح ونكمل. هذا شباب وصلنا الصفا والمروة، ما شاء الله شو كيف، الحمد لله. يلا ورانا 7 لفات بعدين نرجع لك، خلاص لازم نروح. احنا في الصفا والمروة قاعدين نمشي، لسه هذه أول واحدة ومطولين، بس الحمد لله طلع الصباح، ظلنا تقريبا من الساعة شباب كملت 24 ساعة تقريبا مو نايم، عادي. وشكرا لكم على المشاهدة، هذا مقطع خفيف لطيف عشان لا أقطع، ويخبر سمعت اليوتيوب تقول لك تابع هذا المقطع يمكن يعجبك.